حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف المواجهة الودية التي جمعت بين المنتخبين العراقي الأولمبي والسوري الأولمبي والتي أقيمت استعدادا للتصفيات الآسيوية. ففي المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الأولمبي افتتح إيهاب ناصر باب التسجيل للمنتخب العراقي في الدقيقة 51 من ركلة حرة مباشرة، ليدرك من بعدها ميلاد حمد التعادل لمنتخب سوريا في الدقيقة 67 من هذه الكرة الجميلة. وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما. يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب البطولة الآسيوية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران واليمن وتركمانستان، بينما يلعب المنتخب السوري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الكويت والأردن وقرغيزستان. ومن المقرر أن تنطلق المباريات في 22 من شهر آذار مارس المقبل.